اولا المركز بتاع مجدي قفشه هو مش موجود قوي في الحسبه بتاعه الراجل صانع اللعب، وبالتالي انا خايف يكون بيستخدم مجدي قفشه في رقم 8 وهو بيشوف اذا كان هيديله ولا ما يديلوش، مش بيحاول يستثمر فيه ان انا هحولك لرقم 8 بكل قوتي. بمعنى ان مجدي قفشه لعب في الماتش بتاع تونس رقم 8، وكان وجوده مع حسين فيصل نقطه ضعف على المستوى الدفاعي في زوايا التمرير، ان الباصات بتطلع من ناحيتهم كتير لان الاثنين مش بيقفلوا زاويه التمرير كويس، وبالتالي تونس كسبت كذا كورنر من الناحيه دي. دراجر كان عامل ماتش جامد في الناحيه اليمين، مش في الخطوره، لا في انه ياخد كورنرات، والكورنرات هي سر الخطوره باهداف يعني. فبالتالي بدل ما اخرج حسين فيصل واجيب حد بيدافع احسن، او بدل ما انقل محمد شريف قدام واحط عمرو السوليه وراه، اسف مجدي قفشه قدام واحط عمرو السوليه وراه، وادي قفشه هناك واودي قفشه في الحته الهجوميه اكتر، او بدل ما اسيب بالثنائيه واحاول استثمر فيهم ان انا اعلمهم يقفلوا زوايا التمرير، انا خرجت مجدي قفشه. هنا ابتديت اخاف، لان لو انا هيبقى تقييمي لا انت ما نجحتش في رقم 8 هيبقى ظلم لمجدي قفشه، لان انت مش مستلم مجدي قفشه رقم 8، انت بتحاول تصنعه، وبما انك بتحاول تصنع حاجه لازم تحترم الوقت، زي ما احنا بنحترم انك حارق دم كل الناس بمحمد شريف على الوينج اليمين او الشمال من غير ما تنجح. مع قفشه دي مفهومه، لكن مع شريف هل انت متخيل انه ولا هيحسبه مهاجم ولا هيحسبه جناح؟ هيفضل المحترفين هنا وهيفضل مروان مع مصطفى محمد في الاخر؟ كجناح اخاف، لان انا عارف كويس قوي ان حسبه الجناح الشمال متباعة، هي فيها عمر مرموش داخل في حساباتها بقوه جدا، تريزيجيه وقاعد لهم بره بيتفرج، رمضان صبحي بيقول لهم ايه اخباركم ايه. فالحسبه بتاعت الوينج ليفت تقيل قوي. الحسبه بتاعت راس الحربه انا مش شايفه شايف راس حربه، وده اللي مخوفني. مروان انا فاهم هو عايز ايه، واحنا دورنا نشرح هو بيفكر ازاي، وبعدين نحط تخوفاتنا ونسيبه هو يقرر، وبعدين نحاسب على النتائج. الراجل واضح انه عايز المهاجم اللي بينزل بره منطقه الجزاء ويستخدم ظهره بشكل كويس قوي للجول، لكن المشكله عند مروان ان رتمه بطيء، ففي الاخر وهو حتى ما بيعملش دي كويس. ما هو ده عشان رتمه بطيء، هو بيعرف يعملها بس في سموحه الريتم مختلف خالص عن تمثيل منتخب مصر. فالريتم البطيء بيخليه عمل في ماتش، بالمناسبه في الماتش بتاع الاردن، في ماتش اسف الاردن، احنا كان لينا 6 فرص على الجول، في 3 منهم عملهم مروان حمدي، يعني عمل كوره من اليمين وعمل كوره من الشمال وجاب الجول. وبالتالي انت بتتكلم في انه لو انت بتكلمني على الناتج هو احيانا بيعمله في ظروف معينه بقى بالظبط على حسب رتم المباراه. الرتم بتاع تونس لما دفعوا بثلاثه علينا قتلوه، وبالتالي ما بقاش اللاعب قادر انه يعمل فرق. محمد شريف انا كنت شايف انك بدل ما تحاول تعلم مروان انه يبقى اسرع، وهي محاوله صعبه، كان ممكن تعلم شريف يستخدم ظهره، زي ما كنت رايي انك بدل ما تحاول تعلم محمد شريف يبقى جناح كان ممكن تعلم احمد رفعت يبقى مهاجم. اقصد ان دي تجربه ودي تجربه. احمد رفعت لما نزل اثبت انه قابل للتعلم، محمد شريف اثبت لا. طب ليه مروان حمدي اثبت انه غير قابل للتعلم في الحته بتاعت السرعه، ومحمد شريف كان الراجل اللي بينقذك كل ما الامور بتسوء منك في مركز راس الحربه، طب ليه؟ فبالنسبه لي انا اخاف انه ما يكونش شايف شريف راس حربه. لو مش شايف شريف راس حربه هنخسر شريف، وبالتالي في قفشه وشريف شكوك كبيره حوالين ان حد منهم ممكن ما يروحش لو الراجل هيقيمهم على اللي حصل في كاس العرب. خلينا ما نقولش شكوك، خلينا نقول هي العمليه اتقلبت من يقين ان الاثنين دول مواهب المفترض تكون في كاس الامم لشكوك، لتساؤلات. لشكوك تساؤلات.